السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم اسهل طريقة تحويل هاتف ايفون الى مايك او ميكروفون للكمبيوتر بنظام ويندوز. يعني تحول ايفون او ايباد الى مايك ميكروفون، بحيث انك لما تتكلم راح يكون المايك للكمبيوتر، راح يكون الميكروفون لل PC. الطريقة جدا سهل، يعني ما يحتاج تشتري ميكروفون ومايك للكمبيوتر خاص حتى ما تخسر فلوسك، وهذا الطريقة جدا سهل راح تحول هاتف الى مايك. الطريقة جدا سهل، نروح للشرح. اول شيء تحتاج تحمل هذا البرنامج اللي هو VO مايك، الرابط في الديسكريبشن. حمل هذا البرنامج على الايفون وعلى الويندوز، البرنامج على الكمبيوتر. نفس ما تشوفون انا مثبت البرنامج. اوكي، بعد ما تحمل البرنامج نضغط عليه دبل كليك، راح بيعطيك بهذا الشكل. اوكي، نفس ما تشوفون تم فتح البرنامج، ونضغط على هذا البرنامج على الهاتف وراح يشتغل البرنامج بهذا الشكل. اوكي، واجهته جدا سهل. الحين كل ما عليك انك تروح، اول شيء تروح على هذا تروح هني في القسم البحث، تكتب كنترول بانل. اوكي، واضغط على اول خيار. ناس ما يشوفون كنترول بانل. الحين روح للسوند، ناس ما يشوفون. اوكي، الحين روح على ريكورد، قسم ريكورد. اوكي، بعد ما تروح لقسم ريكورد، اوكي، يعني وين البرنامج الخاص بالمايك؟ هذا البرنامج مثل ما تشوفوا، هذا البرنامج وين؟ هذا هو مكتوب ميكروفون، في تحته مباشره مكتوب في او مايك اسم البرنامج. هذا هو البرنامج. اذا كان ديسيبل اوكي، اضغط على انبل يعني تفعيل البرنامج. اوكي، الحين البرنامج مش مفعل مثل ما تشوفون، ما في صوت. هذا الميكروفون الخاص بالجهاز، هذا الميكروفون الخاص بالايفون اللي راح نحوله الى مايك. اوكي، كيف تفعل الحين؟ اضغط على خيار كونتينيو، هذا اضغط على كونتينيو كونتاكت يعني اتصال. اوكي، عندك هنا اربع خيارات تقدر تحول الايفون باليو اس بي، يو اس بي مايك او واي فاي مايك او واي فاي دايركت مايك او بلوتوث. فافضل شيء تختار واي فاي. اوكي، مثل ما تشوفون هذا هو افضل شيء، ما يتقطع، مش متاخر، سريع، ومباشرة الصوت واضح وكل شيء جه تمام. اوكي، بعد ما تختار الواي فاي، الحين الناس ما يشوفون هنا يعطيك اي بي. هذا الاي بي وين تحطه؟ تروح اول شيء تضغط على مثل ما تشوفون، تضغط على ستارت. اوكي، هنا بيعطيك الاي بي هذا مثل ما تشوفون، هذا الاي بي، شوفوا لاحظوا هذا الاي بي، هذا الاي بي تاخذه تحطه هنا مثل ما تشوفون. اذا كان هنا مكتوب شيء ثاني حط نفس هذا الاي بي، انا حطيته مثلا اذا كان واحد. اوكي، انت لازم تحط نفس الاي بي اللي موجود هنا، حط اي بي مثل ما تشوفون، يعني 1192.168.1.10 راح تحط هذا الاي بي هنا. بعد ما تحط الاي بي اضغط على كونتينيو. اوكي خلاص، الحين اضغط على موافق، اضغط على موافق. اوكي، الحين الناس ما تشوفون. اوكي، اضغط على اوكي. اوكي، اغلق البرنامج وافتح البرنامج مره ثانيه. اوكي، اضغط على كونكت، اضغط على كونكت مره ثانيه. خلاص الحين الناس ما تشوفون تم تفعيل الصوت. الناس ما تشوفون الحين شوفوا، شوفوا الصوت. ها، الو 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 الو، شوفوا في صوت مثل ما تشوفون، تم تفعيل الصوت. اول ما كان في هذا الصوت، لما يعطيك هذا الميكروفون افضل شيء تخليه في الوسط. اوكي، الحين الصوت مفعل، الميكروفون جاهز، تقدر تشغل اي برنامج مونتاج وتصور برنامج تسجيل صوت ويسجل. اوكي، مثل ما تشوفون خلاص تم تفعيل الصوت، تم تفعيل الميكروفون ايفون بجهاز الماك. وبس هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.